عملنا ممشى سياحي ومحل السوق، سوق سمك على احدث مستوى في الاسماعيليه لصالح الناس. طب الناس بقى تساعدني وتمشي معانا واحنا هنعوض عليك ولا لا؟ طب محافظ الاسماعيليه يساعدني ويجهز الكلام دوت عشان الكورنيش اللي احنا بنعمله ده، اللي احنا بنحيي بيه بحيره التمساح من الوضع السلبي اللي كان موجود فيه، يساعدنا فيه ولا ما يساعدنيش؟ يساعدنا كامل ولا ما يساعدش؟ ان شاء الله يساعد يا فندم. لا ده انا بتكلم كده، ان انا عارف طبعا حمدي راجل محترم، بس انا بجيب بقول الكلام كده. ماشي يا حسن. اوامر يا فندم. سيادتك يا فندم، وجهت بالنسبه لحيره المنزله كل الصيادين اللي كانوا عاملين مزارع سمكيه جنوب الطريق الدولي الساحلي عشان ما حدش يدور. سيادتك وجهت ان نعمل لهم 4000 فدان مزارع سمكيه شمال طريق الدولي الساحلي. وسيادتك وجهت ان كل الناس اللي كانت زرعه اراضي وحاولات النشاط